السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد انخفاض الكتلة العضلية لدى كبار السن أحد عوامل الخطر الرئيسية للتعرض للسقوط وطول مدة الشفاء حالة المرض، وبالتالي انخفاض القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية. من أجل هذا، تجد العديد من الدراسات التي يسعى من خلالها الباحثون إلى إيجاد حلول تمكن من إبطاء وتيرة فقدان كتلة العضلات، وهو الأمر الذي تأتى في العديد منها. نستدل بالتي نشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، والتي أشيد من خلالها بمدى فعالية مكملات زيت السمك في إبطاء التدهور الطبيعي للكتلة العضلية الناتج عن التقدم في العمر لدى مجموعة من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و80 سنة. ومن هنا فإن تناولك للأسماك الدهنية عامة أو مكملات زيت السمك خاصة من شأنه الإسهام في إبطاء خسارة كتلة عضلاتك مع التقدم في العمر. وختاما لحلقتنا، إن أعجبك الفيديو فلتشاركه مع الأصدقاء لتعم الفائدة. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.